تتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتحدث عن أزمة في مواجهة كورونا وضعف في الخدمات الطبية في المستشفيات وارتفاع أسعار تجهيزات الوقاية والفحوصات الخاصة بالوباء في المراكز الصحية الخاصة. وزارة الصحة لم تنكر وجود ضعف نسبي في الأداء بسبب حدة هجمة المستجد وعدم التزام المواطنين، لكنها أوضحت أن خطر التفشي قائم وتكاتف الجميع واجب. أنا لا أنكر وجود بعض الثغرات، لكن كل نظام صحي تحت ضغط تصير به مثل هذه الأمور، وانتم تعرفون الظرف اللي يمر به العراق، الظرف القاسي اللي تمر به المؤسسة الصحية في العراق، موضوع الموازنة، موضوع قلة التخصيصات، موضوع التراكمات الكبيرة اللي احنا مو سبب بها، عقود من الحروب والحصار، ظروف القاسية التي مرت على البلاد. مؤسسة وزارة الصحة تحت ضغط هائل منذ أشهر، والحمد لله لحد الآن صامدين، ولحد الآن نقدم أفضل خدمات وبشهادة المنظمات العالمية، من ضمنها منظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة. وزارة الصحة أكدت إطلاق فرق تفتيشية خاصة بالمستشفيات وتفصيلات كورونا من مسحات وفحوصات ومتابعة أحوال المرضى وجثث المتوفين، ورحبت الوزارة بأي طروحات أو مقترحات محلية تهتم بإيجاد علاج لكورونا، والمواطن ما زال يطالب بخدمات أفضل. ماكو مستشفيات، ماكو، يعني هسه احنا مدينة الصدر حجر، ماكو مستشفيات يا قدوتي كلها تكرم وصاخه، يعني ناشد وزير الصحه، يعني مستشفى براس حاض كل شيء، ماكو مستشفيات ما براس حاض. الممرضين والدكاتره هذول بالدرجه الاولى، يعني هم يعني شلون صاروا هم سلاحنا. ازمه كورونا تعتلي قائمه الازمات الحاليه والانتقاليه في المشهد العراقي، لكن وعي المواطن والتزامه بالوقاية يبقى سبيلاً وحيداً لتجاوز الأزمة الصحية بنجاح. من بغداد ياسر عامر، العراقية الإخبارية.